خريجة فعاليات كتير كتير. طبعا احنا ببورصة احنا رح نفرجيكم فعاليات مثل تسوق، تحديات، العاب، كتير اشياء. تابعونا لنهاية الفيديو عشان نشوف شو عملنا ببورصة. الأكل التركي. شو اسم هذا المكان اللي رحنا عليه؟ القرية العثمانية. التركي لازم ناكل الأكل التقليدي تبعهم التركي لأنه كثير زاكي. هذا إوز أبيض إن شاء الله وأسود كمان. وهذا الإوز هي عم تنزل راسها عم بتدور على أكل. ليليانا شو عم تعمليها؟ بصور فلامينجو. كمان كمان بابا بابا شوفوا 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 بابا شوفوا بياكل كيف؟ قرب ايدك بابا. اكل عن جد معك. احسنتي جوجو. يلا فروز دورك. احسنتي لولو. خليك ماسكها. شاطر. ما وجعك طبعا شاطر. يلا لولو دورك. لولو 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 تبغى تصوري ولا تطعمي بابا؟ خبير خبير. احسنتي يا ليليانا. هاي الدب فروس. شفتوا؟ طلع بابا هيك بيطلع راسها هيك. بابا هي نازله جوا الارض تنسيش. هيو اجى اجى الاسد اجى اجى. قول تعالي يا اسود. شعره هيك كثير بس يعني مشطينه يعني. مشطينه؟ مشطينه. حط عليه شامبو بابا كمان امبارح. والله عرفني المرة الجاية. هلا بالحلوين. هذه حديقة الزهور الجميلة. ليش بتعيط؟ ليش؟ وقفت لابسه يا رب سريع. ليش 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 ليش؟ ايش بدك؟ ما بعرف. طب هلا لعبنا بابا. ليليان ايش يا بابا؟ عشان فرس ما حيرضى لحاله. مو انت اللي مسكت تلعبي. شو قلتي لي حاسه حالك ايش؟ حاسه حالي مثلي. ايش؟ حاسه حالي مثلي. طيب ليه؟ ليش شو قلتي يا بابا؟ يا الهي انت جاهي. وين رايحة؟ خلاص على التحدي؟ الله جوجو تأخذ القرار. مش رح أعيدها. خلاص خفتي؟ واحد اثنين أقوى. ايش يا جوجو هلا هون؟ ايش؟ خايفة بس ما تفوت. تعالي. بابا
صوتها هي كتير بعيدة هي وبابا، وصوتهم مو واصل لعنا وهم أبي صيحة، فما بعرف حس مش عارف يا بدي أكتب أنا. أهلاً إيش يا جوان؟ تعالي يا عم شو تأديها؟ لا معلي اليام ما بدك تعبي؟ تعالي تعالي والله ممتع. شوفي بوعدك ما استعجل، تعالي تعالي بابا نحكي لك. تعالي ليليان لولو بابا ليليان تحكي لك. تعالي بابا ما بتخوف، تعالي تعالي احكي لك بس تعالي. بابا عمو بده يروح، تعالي بسرعة. بابا بوعدك انها ما تخوف. ما بدي اكل، عندي اكل ممكن؟ اقنعت ليليان البطلة، اعطيهم علامة البطولة دايبة طبعا ليليان. شوف 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 شوف، لكن هلا حتشوفوا كيف حتبدا. جاهزة؟ بس عشان التصوير الآن بدأ الجد. باي. إلى اللقاء. شطورة. يا عمي فرجيهم البطولات، فرجيهم البطولات عشان يعرفوا إنه لولو يا عمي والله بطلة. يا عمي على لولو. كنا انا وجوان ما كان جوان وبابا ما كانوا واصل صوتهم لعنا، وانا بصيح صوتي بس لعندكم. جوان ماما بتحكي لي صوتي بس لعندهم واحنا هناك. بابا نظارات شمسيه اتفضلوا فيها لانه احنا ما عندنا اول يوم وانتم بتكونوا نظارات شمسيه. نشوف اشي مناسب لإلي ان شاء الله وتجيبني. بابا هذه بده قصه للاطفال، نشوف اذا في اشي اكبر ممكن يكون. تعالوا شوف هذول الحلوين شو رايكم فيهم؟ كتير كتير حلوين والله، هذول كمان حلوين صح. هاي نظارة بابا يعني خلانا نشتري نظارات. طبعا انا جبت اصعب اشي انه الحديد، انا بلاستيك. يا سلام على الحركات، واحد اثنين الله. خذوا اللي بكم اياه يلا. يا سلام على العيلة، اشوف عيلته كيف شكلها. هدول عيلته اشوفهم. يا سلام يا سلام يا سلام على مدانيا، يا سلام.